تصم؟ نعم يا أبي. إذا حفظت جزء عما كاملا سأشتري لك هدية جميلة جدا إن شاء الله. حقا يا أبي. نعم أبشر. شكرا لك وجزاك الله خيرا. ما شاء الله. آمين وإياكم يا بني أبشر. اسمع ولكن ما هي الهدية؟ اتركها مفاجأة يا بني. لا أريد أن أعرف، أنا لا أحب المفاجآت. أبشر سأقول لك، سأشتري لك طقما من الفناجين. اسمعوا الرد يا جماعة، اسمعوا 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 اسمعوا. ما بك؟ سامحك الله يا أبي، أتراني امرأة تفرش مطبخها؟ أيوة. أو أني اشتريت بيتا جديدا؟ والله معك حق. هل أفهم منك أنها لم تعجبك؟ لا. ماذا تريد؟ أريد دراجة وساعة وهاتفا لأمي. قل هذا وأكثر. وحافظ القرآن. القرآن يقرأ. أحسنت. صدقت وأحسنت يا بني. أحسنت. أبشر بارك الله فيك. الله يحميك ويحمي جدك وأبوك.